بقايا الحزب الوطني فرصتهم اكبر من الاخوان، وهقول ده بصراحه وبسرعه. الحزب الاخوان المسلمين في الدوائر القديمه اللي هم كانوا 222 دايره، كنت بتلاقي لهم في كل دايره اثنين او شخص واحد بيقدر انه ينجح، مش كل الدوائر طبعا، الدوائر الرئيسيه. النهارده الدوائر دي بقت ثلاث دوائر قديمه جنب بعض، بقوا دايره واحده، وبالتالي هينافس نفسه. يعني لك ان تتخيلي في دوائر متجاوره في الاسكندريه او في الغربيه او في الاهليه، كان كل دايره فيها اثنين من الاخوان فئات وعمال، اصبح النهارده السته داخل دايره واحده، هينافسوا، لابد ان يطيحوا باربعه منهم. الاربعه دول فاقد بالنسبه لجماعه الاخوان، كما هم ايضا فاقد بالنسبه للقوى الثوره. لكن المسافه بين بقايا الحزب الوطني وبقيه القوى ما فيها الاخوان ستكون كبيره، لان الحزب الوطني عنده فائض، الاحزاب الاخرى بما فيها الاخوان عندها فاقد بنتيجه ضم الدوائر. الخطوره في هذا الفائض ايضا ان الحكومه حتى الان بالبلد مطنشه فيما يتعلق بقانون العدل. طب معلش.